طيب انا كنت بقول يمكن في بدايه الحلقه انه من وجهه نظري مباراه امبارح من افضل العروض اللي قدمها الاهلي من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف. هل حضرتك بتتفق معايا في مكاسب طالعين بيها من مش بشكل كبير يعني النادي الاهلي فيه عنده احسن من كده بكتير جدا. انا بقول من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف ومش عايزين نغفل برضو ان انت بتلعب فرقه منظمه فرقه كويسه من طبعا. افضل الفرق اللي في الدوري العام كله ان هي بتلعب بسيستم معين من ايام كمان من قبل المدرب اللي موجود معاهم دوت من ايام المدرب السابق كان اسمه تاكيس جونياس تقريبا كان ليهم وضع معين وكان ليهم مشروع معين بيعملوه وهما بيكملوه دلوقتي ومن افضل الفرق التكتيكيه في الملعب فرقه منظمه عارفه بتعمل ايه عندهم ثقه مديهم ثقه كبيره جدا ان هم يقدروا ان هم يحافظوا على الكوره ليهم شكل معين انا ما بشوفش فرق كتيره جدا في الدوري بتلعب بالشكل اللي بتلعب في وادي دجله فان الاهلي يبقى مش عايز اقول ان هو بيبقى في حالته الطبيعيه وان هو يؤدي مباراه زي كده ويقدر ان هو يفوز بالثلاث نقاط طبعا يعني الامور بامر الله ان شاء الله باذن الله هتتحسن افضل باذن الله ان شاء الله باذن الله احنا جايين من فتره كبيره قوي قاعدين في البيت او ما فيش يعني حتى فتره الاعداد ممكن تكون ما بتبقاش كفايه برضه يا كابتن وحضرتك قادره يعني بالظبط فبشوف ان الاهلي يعني قدم مباراه امبارح بشكل يعني مش عايز اقول بشكل كبير مباراه كويسه مش هو ده النادي الاهلي بكامل قوته والكلام ده كله بس المباراه انت النادي الاهلي برضو مهما كان يعني دايما من سمات الفرق اللي هي الكبيره ان انت في التوقيت اللي انت ما بتبقاش فيه كويس او في حالتك الفنيه كويسه ان انت بتقدر تخرج باقل الخسائر ان انت ما بتقدرش تخسر مباراه ان انت ما بتخسرش دي حقيقة برغم الغيابات والاصابات بالظبط كده لكن بنشوف الاهلي بيكسب بالظبط فانت ليك هدف شخصي. انت ليك هدف معين معلش الناس طبعا زعلان ان الاداء بتاع النادي الاهلي مثلا ما كانش كويس او 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 بس احنا لينا هدف برضه معين لازم نعرفه كويس كل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي النادي الاهلي عايز يبقى رقم واحد طبعا في الفترات اللي هي بتبقى انت مش في حالتك كويس وان انت تقدر تفوز ده مع دي 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 السمات بتاعت الفرقه الكبيره السمات بتاعت الفرقه الكبيره ان انا وانا مش في حالتي وانا مش في التوب فورم بتاعي ان انا اقدر ان انا افوز بالمباراه فدي ده شيء كويس يحسب بقيه الجوانب بقى ان النادي الاهلي يرجع بقى للاداء بتاع الكوره بتاعته كويسه وان اللعيبه طبعا ان شاء الله بامر الله اللعيبه المصابه اللي عنده او الفرقه تبقى كامله ان شاء الله باذن الله هيبقى الاداء افضل من كده بكتير ان شاء الله باذن الله.